أولا أنا مسرور جدا جدا إنه موجود بمصر بين أهلي وإخوتي، وبالنسبة إلي أنتوا دايما بتقولوا شعار تحيا مصر، وأنا دلوقتي بقول معاكم تحيا مصر وجود الرئيس السيسي والشعب المصري. وأنا مسرور جدا إنه عشان فعاليات المهرجان ده تجتمع كل المزينين باتحاد واحد عشان نرفع مستوى وشأن مهنتنا، ودلوقتي بتمنى يكون النجاح حليفهم ونتعاون مستقبلا علشان نرفع مستوى المهنة على صعيد المنطقة العربية كلها. كلمني بقى، تعمل بقى شهادة ايه المرة دي هنا؟ انا مش قادر شارك لانه وصلت اليوم، والمشاركة انا بالنسبة لي هي مهمة جدا، انك تقدر انت تعبر بأناملك عن روحك الداخلية بالفن اللي انت بتمارسه. بس دلوقتي الحاضر انا مش حقدر شارك، هطلع مع مزينين زملاء لإلي مش شركة بلونديز نعمل عرض البروتين والكيراتين وكم قصة وشينيو، بس مش عبدو يونس اللي هو هيعمل العرض الكبير، لا، نحن مجموعة مزينين حنكون مع بعض وندعم هذا المهرجان وخاصة ضمن الاتحاد واللي احنا بنشوف حالنا فيه، بندعم أي عمل له علاقة بالتزيين بمصر، هي مصر أم الدنيا، نحن نشارك بأي عمل ونساهم بإنجاح أي عمل، نحن ضمن فريق النيابة طبعا مع الاتحاد، الاتحاد اللي برأسه زميلنا خينا عبده ومجموعة من المزينين لحتى نحط إيدنا بإيد كل المصريين ونساهم بإنجاح أي عمل مميز حيكون إن شاء الله بلبنان. بطبيعة الحال النيابة واجباتها أنه تشارك بكل الأعمال لأنه بتكسب خبرة أول شيء وبتعطي دفع من خبراتها كمان، هذا اللي يسود تكامل لإنجاح أي عمل، هذا واحد. الناحية الثانية نحن وظيفتنا نتواجد بكل المهرجانات وخاصة الشهر الماضي أو اللي قبله كنا بمهرجان عمان وهلا بمهرجان مصر، ونحن مع كل عمل مصري مطلقا لإنجاح أي عمل مميز يكون، ونحن تحيا مصر طبعا. هلا صراحة يعني جايين نشوف كيف طريقة الشغل ومنحضر، وإذا في شيء يعني نقدر نساعدكم أي شيء وكنا احنا حاضرين إن شاء الله تكون يعني تقدر يعني اللي بصير مثل لبنان. يعني جايين نساعدكم عشان نعطيكم فكرة شوي أكثر تصيروا مثل اللبنانيات. أنا جوزيف ناصر، رئيس شركة بلونديز من أمريكا، ونحن هون بنشارك بالمهرجان الكبير اللي كنا منتظرينه مع الأساتذة الكبار، مع الفنانين الكبار المزينين اللي بده يفرجونا على المسرح أعمالهم. وكشركة بلونديز نحن شركة بنصنع الكيراتين والشامبو وبنعمل أشياء كل المعالجات للشعر بنعملها. My name is Esmeralda Lajo. I am the general manager for Blondies New York. I am coming, this is my second time in Egypt and I'm very happy to meet such a wonderful people, welcoming country. Being here for a second time, I have realized that Egypt has a lot of professional beauticians, colorists, but they're missing quality products. And I believe that Blondies New York is the right company to be used by professionals here in Egypt. في الحقيقة أنا كان عندي الغيرة الكبيرة قوي بالنسبة لسنوية، بقالنا 30 سنة، أكتر من 30 سنة بنطلع بنقوم بالمهرجانات ديت في باريس وفي ضواحي في فرنسا عموما وفي كل البلاد. الغيرة اللي كانت عندي اشمعنا احنا ما نقومش كمصر بنفس القوة بتاعت المهرجانات اللي بتطلع بره. فصممنا أنا الحقيقة مع الأستاذ محمد الصغير والشعبة الكوافير بالغرفة التجارية وجميع روابط مصر لتصفيف الشعر، صممنا أن احنا نعمل اتحاد ونقوم بالمهرجان سنوية، مهرجان واحد فقط باسم مصر وليس باسم أي روابط، لا أي روابط. عندي القدرة انه اجيب ان شاء الله السنة الجاية هنجيب جميع الدول الاوروبية اللي انا بشتغل معاهم برا هجيبهم مصر والبلاد العربية ايضا، وهنقوم باقوى مهرجان، وعندنا سبونسرات كبيرة قوي من شركات عالمية هي اللي هتمسك كسبونسر وتخاطب الشركات الكبيرة وهتيجي كمان مصر. يعني
من سنتين قمت بمهرجان حب والسلام في جراند حياة، جبنا حوالي 950 فرد من الأجانب، من العرب والأجانب حتى أمريكا كمان، جبنا مجموعة كبيرة قوي قوي، بدليل يعني كان الأوتيل فاضي اتملى بقى فول، وقعدنا أسبوع. وقمنا كمان برحلات للأجانب، وديناهم الهرم وديناهم القرية الفرعونية، الحقيقة قاموا مبسوطين جدا جدا. كان نوع من تنشيط السياحي نمرة واحد، وفي نفس الوقت برضو استفادوا مصر بالمصريين، استفادوا بالخبرة بتاعت بالضبط الأجنبية. وإن شاء الله رب ربنا يوفقنا السنة الجاية ونقوم بأكبر مهرجان عالمي في مصر. والتحية مصر، تحية مصر 100 مرة. أشكرك، شكرا، مرسي ليكم، شكرا.